بصي منابك والله قاعده مستنياكي تاكليها. اعملك معش والشاي بلبن بلاش. ايه اللي جابك يا وفاء؟ انت سايبني في القرف وجاي هنا تهرج وتاكل؟ ما تشتغلينيش. اللي جابك يا وفاء؟ اللي جابني ان انا مش عايزه موضوع المناصره ده يتم على جثتي انه يتم. انا عن نفسي ما رحتش. يا جماعه انا نسيت اقول لكم ان احنا اجتمعنا النهارده عشان نحتفل. اصل احنا النهارده اشترينا العفش بتاع زينة وطارق. منين يا مدام؟ من المناصره حضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك عقبالك. كلم ابو وائل. كلم ابو وائل اقول له ايه؟ ما ينفعش خلاص، الست مش قابله اعتذار بنتك، يبقى ما منوش اي فايده ان انا اكلم الراجل. صغرتوني وخليتوا رقبتي زي السمسمه وشكلي وحش. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يسامحكم انت وبنتك. انا مش هقدر اشوف بنتي زعلانه واسكت. بقول لك يا وفاء، انت اللي عقدتيها وانت اللي تحليها. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك كده، انت قعدتي تنفخي في البيت قدام الواد، تنفخي. واقول لك بلاش يا وفاء، بلاش، مش عايزه تسمعي الكلام. متخيله ان الواد ضعيف الشخصيه، ما عرفتيش تفرقي بين ضعف الشخصيه والطيبه. ده طيب؟ ده طلع. طلع ولا نزل؟ مفيش راجل في الدنيا يحتمل ان امه تتهان قدامه. مش معنى ابني قبل عليا كده. يا سلام، وانت حد يقدر يهينك يا وفاء؟ انت حد في حياتك كلها جاره يدوس لك على طرف؟ مش معنى ابني انا اللي يمسك في البنت دي كده. نهار اسود وفاء، اتجننت ولا ايه؟ انت عارفه انت بتقول ايه؟ بص يا وفاء، انا هعلمك حاجه لوجه الله. البني ادم مننا في علاقاته بيحط ليميت، خط احمر، لما اللي قدامه بيتخطاه ساعتها بس بياخد موقف. فاهم؟ بصراحه بقى زينة عمرها ما زعلت طارق، ولا عمرها جابت سيرتك بشكل وحش، لا من قدامك ولا من وراكي. بصراحه الناس دي ناس مقصله. انا عرفت دلوقتي انت ليه مرتاح لهم، عشان هم شبهك وشبه اصلك. مش عايز غلط بقى. ايه كفايه غلط؟ وبعدين ايه الغلط في انهم يبقوا شبهي؟ يعني مش فاهم. مفيش غلط، انا اللي غلط. ايوه الغلط فيك انت، وانا مش عايز اقول لك من زمان، انما بقولها لك وفي عينك يا وفاء. الغلط فيك انت، الغلط من ساسك لراسك. ايوه. وبعدين اللي عايزك تعرفيه كمان ان موضوع رانيا ده خلاص، موضوع رانيا ده خلص، ما تفكريش فيه تاني ابدا. اهو خلص عشان تستريحي.